عايزت بقى. انا طبعا فيديو مباشر اول من شارع عبد الرحمن، والشغل زي ما انتم شايفين كده معروض في الاسواق ومفيش زباين. طبعا مفيش زباين ده لسبب الاشاعات اللي صدرت وقف الحال. وهنسال اصحاب المحلات، هل حجالك بالفعل لجنه من الضرايب ولا ما جاش؟ مفيش لجان اجت من الضرايب. طب تعرف حد راح له؟ لا ما نزلش حد. يعني كله كلام بس. كلام بس، اشاعات. حضرتك شفت حد من الضرايب عند حد؟ لا ما شفناش حد اجى. قفلتم؟ لا فاتحين زي ما احنا من 8 الصبح. محل له ضرايب وله كل حاجه، كلام سليم. فيه كل حاجه، ضرايبه ورخصته وسجله. وحتى حضرتك لو ما عندكش سجلك وضرايبك وانت بتفتح ملف ضرايب، ايه المشكله؟ لكن برضه اللي انا عايز ااكد عليه ان ما فيش حد. لا جالكم للصراحه وللطمئنان، ما فيش حد اجى ولا في اي حاجه خالص. وده طبيعة شارع عبد الرحمن، انتوا بتبقوا حاطين الشغل كده معروض ورزقكم على الله. بس المشكلة ان مفيش حد بيقول سلام عليكم بس. ما يهم، ده رزق بتاع ربنا وان شاء الله يجي لك. بس انت فاتح، انت فاتح ان شاء الله ورزقك على الله. بأمر الله استاذ. امورنا يا شيخ، تحت امرك. يا باشا انا بسأل الناس العادية، هو مش تو، هو والشيخ موجودين اهو. حد جالكم؟ مفيش حد اجى استاذنا. ماشي يا باشا، شكرا. حد جالك من الضرايب؟ لا. وشفت حد عند حد؟ لا. ما انا قلت لك، اما انا صورتك اهو. ايه بقى؟ عشان عايزين نعرف في حد ولا لا، عشان نعرف انها اشاعات. فين؟ فين؟ تبع مين طيب؟ تبعك. السلام عليكم. في عند حضرتك حد جالك من الضرايب او في لجنه جت؟ في لجنه موجوده من الضرايب عندك جت لك هنا شارع عبد الرحمن؟ لا. كلام بس. عمال نسمعه بتردد، لكن مفيش حد جه. وحضرتك فاتح محلك وموقفك الضريبي سليم وزي الفل. بشكرك. عايزين بس ناكد على الناس، ناس تعرف ان الناس شغاله والناس فاتحه، ومفيش حد في دمياط قافل ورشه هربان من الضرايب ولا هربان من حد. لا بس في الشائعه دي مسيطره عليها. الشائعه ايوه مسيطره، فاهم؟ لكن انت شفت حد؟ لا ما جاليش حد ولا بيجي لحد، كلنا عمال نسمع. هو احنا بنسمع بس، قلت لك تبع الاشاعه قافل بقاله يومين بسبب الاشاعه دي. ما انا عارف، ده الناس كلها كانت قافله. انا فاهم. انت طبعا الميكروباص اللي مكتوب عليه محافظه هنا؟ لا ما هو في ميكروباص واقف هنا دلوقتي، كله منزله على النت اهو لسه حالا، بيقول لك جم وصلوا. حضرتك مين؟ سيبك من الناس يا باشا.